إذاعة سلطنة عمان في رمضان. تتحول البيوت إلى جنان، تفوح منها طبائع جديدة جميلة. في رمضان نتحول إلى واحة وارفة المعرفة، متجددة المعاني. نكون محطة استراحة، نكون واحة للصائمين، نتفيأ ظلالها، نقتطف من حكمها وأقوالها، نختار من الكلام أعذبه، ومن الشعر أطربه، ومن الحكم أنفسها، ومن الحكايا أصدقها. واحة الصائمين، واحة الصائمين. الإعداد أحمد بن سعيد الأزكي، التقديم رشا بن شنون البلوشية وأحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. واحة الصائمين. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ولله من شهر الصيام مودع على كل محتوم السعادة يكرم. تنزل فيه الذكر من عند ربنا، فيبدأ بالذكر الجميل ويختم. ولله فيه من ليال منيرة أضاء بنور الوحي منهن مظلم. ولله فيه ليلة القدر قد غدت، على ألف شهر في الثواب تقدم. تبيت بها حتى الصباح بإذنه، ملائكة السبع الطباق تسلم. يا ليلة النجوى، يا ليلة القدر، هيا الصوم والصحة. الصائمون الكرام، تعددت الأبحاث الطبية التي تناولت الدور الهام الذي يقوم به الصوم في صحة الأبدان. الصوم يريح الجهاز الهضمي من عناء العمل طوال عام كامل، فيرتاح تبعاً له القلب والكلى والرئتان والغدد الصماء والجملة العصبية. والصوم يخفض الوزن الذي يشكل مأساة لمرضى السمنة وآلام المفاصل والركبة وضعف الخصوبة. ويعد قلة مستوى الماء بالجسم وخاصة الجلد من أهم العوامل التي تقهر العديد من الأمراض الجلدية كحب الشباب وأكزيما الجلد ومشاكل البشرة الدهنية وقشور الشعر. إلا أن أحدث الدراسات تناولت علاقة الصوم بهرمون الميلاتونين، فالصوم له علاقة هامة بتكوين هذا الهرمون الحيوي بالنسبة للصحة العامة للجسم. الميلاتونين هو حجر الزاوية الرئيسي في انتظام الإيقاع الأساسي للحياة وكل عضو وكل نسيج وكل خلية في الجسم. المصدر الأساسي لإنتاج هذا الهرمون هو الغدة الصنوبرية
التي تقع في منتصف المخ، ويتأثر إنتاجها لهذا الهرمون بالضوء والظلام، حيث يتم إفراز الهرمون وفق نظام دوري محدد يتبع الليل والنهار. وإنتاج هذا النوع المعوي الميلاتونين يتحسن كثيراً مع الصيام. من قصص السلف الصالح. أيها الأصدقاء، واحة الصائمين تقدم لكم 4 مواقف قصيرة من قصص السلف الصالح. قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا له قط. فقال: هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهبها. قال طوق بن منبه: دخلت على محمد بن سيرين فقال: كأني أراك شاكياً، يعني مريضاً. قلت: أجل. قال: اذهب إلى فلان الطبيب فاستوصفه. ثم قال: اذهب إلى فلان فإنه أطب منه. ثم قال: أستغفر الله، أراني قد اغتبته. والله ليست بغيبة، ولكنها حذر السلف الصالح. صدقت يا عزيزي، فهات الآن الموقف الثالث. روي عن الحسن البصري أن رجلاً قال: إن فلاناً قد اغتابك، فبعث إليه طبقاً من الرطب وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك، فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني، فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام. أما الموقف الرابع والأخير من قصص السلف الصالح في الغيبة فما سوف نسمعه الآن. ذكر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: إن العبد لا يعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات لم يكن قد عملها، فيقول: يا رب، من أين لهذا؟ فيقول: هذا بما اغتابك الناس وأنت لا تشعر. رمضان هذا اليوم. 23 من شهر الصيام. عزيزي المستمع، في 23 من شهر رمضان المبارك من السنة 9 للهجرة، المسلمون يهدمون صنم اللات بقيادة أبي سفيان والمغيرة بن شعبة، لتزال بذلك آثار عبادة تلك الآلهة القديمة. في 23 من رمضان من السنة الأولى بعد 30، انهيار الإمبراطورية الساسانية تماماً في خلافة عثمان بن عفان، بعد مقتل يزدجرد بن شهريار آخر شواهين الفرس، وكانت أغلب بلاده قد افتتحت على يد المسلمين قبل ذلك. وفي 23 من عام 69 للهجرة، الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك يعزل عن إمرة المدينة المنورة عثمان بن حيان، ويولي عليها أبا بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، وكان من أكابر العلماء. أيها الأصدقاء، يقول الصحفي الألماني فريد فون بسمارك: إنني أقول إن حضرة محمد قدوة ممتازة، وليس في الإمكان إيجاد قدوة كمحمد ثانية عليه الصلاة والسلام. أما المفكر السياسي السوري فارس الخوري فيقول: إن محمداً صلى الله عليه وسلم أعظم عظماء العالم، ولم يجد الدهر بعد بمثله، والدين الذي جاء به أوفى الأديان وأتمها وأكملها. في
في واحة الإمام الشافعي. أصدقاء الواحة، يقول الإمام الشافعي رحمه الله في طلب العلم أو طلب الرزق: سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. ومن جميل حكمته في الصمت قوله رحمه الله: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أيها الأصدقاء، قبل الوداع نهمس لكم بهذه الهمسات. أحياناً ولحكمة لا يعلمها إلا رب العزة، يغلق الله سبحانه وتعالى أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيعون تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الأمل هو شمعة ما زالت توقد في رحم الظلام. إلى اللقاء. ها هي خلايا النور قد انبعثت من واحة الصائمين إلى قلوب العابدين لتستقر آمنة مطمئنة. واحة الصائمين، مع تحيات أحمد الكلباني، رشا البلوشية، أحمد بن سعيد الأزكي، وعلي بن عبد الله العجمي. واحة الصائمين.